بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة عايز أتكلم عن الزمالك في كام بوينت كده، حابب إن أنا أتكلم عليهم. أول حاجة أنا ضد عودة كالتيرون، لأن كالتيرون يعني مدرب سابنا قبل كده ومشى من غير ما نعرف راح فين. نادي من الخليج اتعاقد معاه وبتاع، ادوله مثلا شوية فلوس أكتر وبتاع، فهو سابنا يعني من غير سابق انذار. انا بتفق بصراحة مع جمهور الزمالك ان الماتش اللي هو بتاع الترجي اول ما كالتيرون نزل محدش اهتم بيه بصراحة، ولا حد شجعه يعني، ودي حاجة كويسة من جمهور الزمالك علشان لازم يعرف يعني ان مش ان نادي الزمالك ده فريق كبير وراه جمهور، ولازم يكون الجمهور موافق أساسا. احنا كده بينا له اللي احنا مش موافقين على عودته بصراحة. بالنسبة لباتشيكو، أنا ضد باتشيكو بصراحة، كنت ضد باتشيكو على طول يعني، كنت بقول عليه اللي هو يعني مؤثر في حاجات كتير، تغييراته غريبة وبيكسب ماتش وماتش تاني سهل بيضيع مننا. طبعا ماتش المحلة كلنا زعلانين على ماتش المحلة يعني، فرقة ضعيفة وإحنا المفروض يعني بننافس، فما ينفعش إن إحنا نخسر ماتش زي ده، ماتش وادي دجلة. إنت عندك محمود علاء مثبته بيشوط ضربات الجزاء، هو الأوحد يعني ما فيش غيره. حتى إحنا يعني أنا بصراحة كل ما يتحسب للزمالك بلانتي أبقى فرحان وزعلان، فرحان عشان جالنا بلانتي وزعلان عشان عارف اللي محمود عليها هيخش يشوطها وهيضيع. هو لعيب كبير بس من كتر يعني ضغط ضربات الجزاء خلاص يعني هو فقد تركيزه، بالإضافة لحراس المرمى عارفوا زاويته اللي بيشوط فيها وبتاع. هو بقى يا إما يعدل من نفسه ويغير، يا إما يعني نشوف حد تاني كذا حد يبقى مؤهل اللي هو يشوط ضربات جزاء. ماتش ودي دجلة لقيته دخل عبد الله جمعة، قلت كويس عبد الله جمعة شويت ورجله الشمال تقيلة، بس للأسف لقينا عبد الله جمعة حطها في إيد عبد المنصف كأنه يعني بيقول له خد هدية والله موجود. بصراحة نقط عمالة تروح مننا على الفاضي. بالنسبة لماتش الترجي، ماتش الترجي بصراحة الزمالك فيه مشكلة كبيرة. ايه هي؟ انا شايف ان مفيش روح يعني، احنا زملكاوية وبنقول نادي الزمالك وبتاع، بس بصراحة النادي الاهلي بيتفوق علينا في النقطة دي. فريق كبير عنده روح، بيقدر قيمة التيشيرت اللي هم لابسينه، عارفين مكانة النادي الاهلي، عنده ماتش مهم بره طالع يلعب على المكسب، وبالفعل رجع بالمكسب. عكس نادي الزمالك خالص، نادي الزمالك عنده ماتش مهم ما حققناش ولا فوز في البطولة. للأسف كنا محتاجين نكسب ماتش المولودية هنا، ماتش مهم ضيعنا فرص ياما. الشوط الأولاني كذا فرصة قلت هينزلوا الشوط التاني ربنا معاهم يعني، والعقم التهديفي ده يتحل، للأسف ما تحلش. كأن الشوط الأولاني شبه الشوط التاني، ما فيش أي جديد لا من المدرب ولا من اللعيبة ولا من التغييرات. ده بالنسبة لماتش المولودية، محققناش أي فوز، قلنا هنروح نلعب في تونس هنكسب وبتاع، مع إن ده كلنا عارفين اللي هو صعب. حتى ما جبناش نتيجة إيجابية سواء مكسب أو تعادل، اتغلبنا 3-1 وطرد أحمد أبو الفتوح. طيب ماشي، أنت بتلعب بره أرضك وبتاع، وشيء طبيعي مثلا إن أنت ما ترجعش موافق. جيت تلعب الماتش اللي على أرضك، مفيش هجمة واحدة يعني تبين اللي فيه فرقة كبيرة، مفيش ولا هجمة. أنت شايف أشرف بن شرقي لعيب كبير طبعا بس مش في مستواه، عادي اللي أنت تطلعه مفيش أي مشكلة. فرجاني ساسي لعيب كبير ومش في مستواه في الماتش ده، عادي برضو اللي أنت تطلعه.
زيزو بيلعب تيجي تطلعه يقول لك ايه يزعل. طب ايه المشكلة زيزو انت لما تطلع يعني عادي، لعيبة كبيرة بتطلع وبتاع، انت مش موفق الماتش ده مش مشكلة، لكن انت بتزعل وبتاع فهي مش هتنفع تبقى مجاملات، ومش هينفع اي لعيب بيزعل لما يتغير ما ينفعش يتغير. فأنا بتمنى من الزمالك يعني اللي هو يركز اكتر. طبعا الامل راح في بطولة افريقيا، الماتش اللي كان هنا زعلنا كلنا بصراحة، يوم احس ان ماتش اللي فريق الزمالك فريق كبير، ويوم احس ان انا بشجع مركز الشباب، فا اكيد في مشكلة في اللعيبة وفي حاجات كتير بصراحة. وزي ما قلت في الاول انا ضد عودة كالتيرون لان هو ما يستحقش وجوده في نادي الزمالك. بتمنى لباتشيكو التوفيق بكل ايجابياته وسلبياته اللي حققها معانا، بس انا بتمنى ربنا يوفقنا في اللي جاي. ولو حد حابب يقول لي وجهة نظره يا ريت يكتب لي كومنت، ده شيء يسعدني ويشرفني، وشير ولايك وسبسكرايب. شكرا.